يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الثالثة بعد المئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إنه الجزء الخامس من عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء وما تفرع عنه، من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه. كذبوا علينا، فإن الأمة قد ارتدت وذهبت في ضلالها بعيدا. فهذا هو الجزء الخامس من عنواننا هذا، وهو في الوقت نفسه الجزء الثالث من التطبيق الأول. هناك تطبيقات لازلنا في التطبيق الأول الذي عنوانه محمد باقر الصدر، هذا هو الجزء الثالث من التطبيق الأول.
ألخص لكم ما تقدم في الحلقتين الماضيتين في الجزء الأول وفي الجزء الثاني من تطبيقنا الأول الذي عنوانه محمد باقر الصدر. في آخر لحظات حياته محمد باقر الصدر وجه بيانا إلى الشعب العراقي، إلى الشيعة والسنة على حد سواء وبصوته. مما جاء في هذا البيان حديثه عن أن حكم الخليفة الأول والثاني كان قائما على أساس الإسلام والعدل، ومن أن عليا صلوات الله وسلامه عليه حارب جنديا تحت لواء أبي بكر في حروب الردة. كلام في جزئه الأول باطل 100%، لأن كلام محمد باقر الصدر لو كان صحيحا هذا يعني أن أمير المؤمنين كان مبطلا حينما رفض العمل بسيرة الشيخين، بسيرة أبي بكر وعمر، حينما عرضت عليه الخلافة في الشورى العمرية. فإما أن أمير المؤمنين كان مبطلا، وإما أن محمد باقر الصدر يخرط. القضية بين أيديكم، إما محمد باقر الصدر يخرط ويهذرب كيفه، يهذري ويمذرب كيفه يشربت، وإما أن أمير المؤمنين كان مبطلا. ماذا تقولون أنتم؟ هكذا قال محمد باقر الصدر، من أن حكم خلفاء سقيفة بني ساعدة كان قائما على أساس الإسلام والعدل، ومن أن أمير المؤمنين عليا حارب جنديا في حروب الردة تحت إمرة أبي بكر. هذا الجزء الثاني، هذا كذب في كذب في كذب. أمير المؤمنين لا يحارب، لا يقاتل تحت إمرة أي أحد، لم يقاتل إلا تحت إمرة رسول الله. أمير المؤمنين هو الأمير، لا أمير فوقه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أمير علي، وأما علي فهو أمير الكل. محمد أمير علي، وعلي أمير الكل. والذي منح عليا إمرة المؤمنين رسول الله، رسول الله بأمر من الله منح عليا إمرة المؤمنين. فكيف يكون هناك أمير على علي؟ أي منطق هذا؟ ما أنا قلت لكم، إما أمير المؤمنين على باطل، لو أبو جعفر يهذري ويمذري ويسربت بكيفه محمد باقر الصدر. اختاروا واحدة من الثنية،
رجاء أعرضوا لنا التسجيل الصوتية لمحمد باقر الصدر، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا فيما يعرض عليهم من الوثائق. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب المادة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. منطق يجمع بين الضلال والكذب. فكون حكم السقيفة كان قائما على الإسلام والعدل هذا هو عين الضلال، عين الضلال، وهذا هو عين الكفر بحسب منطق العترة الطاهرة. وأما أن يكون علي جنديا محاربا تحت لواء وإمرة أبي بكر فهذا كذب وافتراء وضلال في الوقت نفسه. هذه كلمات صدرت من الرجل في آخر أيام حياته، وأثبتها في كتابه فدك في التاريخ في بداية أيام حياته، في بداية شبابه، فقد ألف ذلك الكتاب في أوائل عمره، في أوائل شبابه، وجاء كلامه في آخر أيام حياته بنحو أسوأ وأقبح وأكثر ضلالا وكذبا وافتراء مما كان عليه في بدايات حياته. فهل نستغرب بعد ذلك أن يبتدع بيعة على أساسها فرض ولايته على الحزب الذي أسسه على حزب الدعوة الإسلامية على بيعة ضلال خالف فيها منهج العترة بدرجة 100%؟ حتى فقهاء المخالفين يرفضون بيعة حسن البنا لأن البيعة عندهم لولي الأمر لحاكم المسلمين، أما حسن البنا فقد ابتدع بيعة كي يفرض ولايته وسلطته وإمامته على جماعة الإخوان المسلمين. محمد باقر الصدر أخذ دينه وفقهه من حسن البنا، ويقولون عن من أنه كان مجتهدا جامعا للشرائط فقيها كاملا محققا، هم هكذا يقولون عن، وهو كان يقول عن نفسه ذلك. فهل الفقيه الجامع للشرائط وإن كان بحسب قذارات حوزة الطوسي قطعا لم يكن فقيها جامعا للشرائط بحسب شرائط فقه العترة الطاهرة، أصلا لا يفقه شيئا من فقه العترة الطاهرة، الدليل عقائده وفتاواه وكتبه ومنهجه، هو فقيه من فقهاء حوزة الطوسي بامتياز، هذا لا شك فيه، لكنه لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. وستتضح الصورة أيضا من خلال هذه الحلقة وحتى من الحلقة
القادمة إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم أن تتابعوا بدقة وبعناية. حلقة اليوم قد تكون طويلة بعض الشيء، فأتمنى أن تصبروا علي. أحاول أن أختصر الكلام فيها، لكن المطالب كثيرة ومهمة جدا جدا، هي نافعة لكم في أن تعرفوا الحقيقة، في أن تتبصروا بواقع مراجع النجف وكربلاء، بواقع حوزة السفاهة والسفهاء، إنها حوزة الطوسي في النجف الأشرف. أعود إلى بيعة محمد باقر الصدر، وقد قرأت عليكم حديثا رواه لنا المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق في الحلقة الماضية من الجزء 53 من بحار الأنوار في الصفحة 8. الإمام الصادق يقول: يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعته، كل بيعة من مبايع ومن مبايع فبيعته كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له، لعنة على الطرفين، على الذي نصب نفسه للبيعة كما فعل محمد باقر الصدر، وعلى الذين بايعوه كما فعل مهدي الحكيم محمد باقر الحكيم والذين بايعوا من بعدهم، لكن البداية كانت من مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم، وتسلسل الآخرون يبايعون محمد باقر الصدر بيعة ملعونة بحسب فقه العترة الطاهرة، بحسب حديث العترة الطاهرة يلعن فيها الطرفان، الذي بويع له والذي بايع. ما هو الأساس عند محمد باقر الصدر؟ أخذ دينه من حسن البنا. هنيئا لمحمد باقر الصدر، وهنيئا لنا حينما كنا نتابعه ونقدسه، وكنا نفترض فيه أنه نائب صاحب الزمان. طلع لا نائب صاحب الزمان ولا خرطي، طلع نائب لحسن البنا، ومن غير تنصيب من قبل حسن البنا، من غير تنصيب، لأنه في ذلك الزمان حسن البنا لعنة الله عليه كان قد قتل وانتقل إلى الجحيم، إلى جهنم. في الوقت نفسه، في الوقت الذي ينقل الأكاذيب بخصوص أمير المؤمنين ويتحدث عن حكم الإسلام والعدل في حكم السقيفة التي قتلت فاطمة وقتلت جنينها وفعلت ما فعلت وقتلت رسول الله قبل ذلك، هم قتلوا رسول الله بعد أن كتبوا الصحيفة، وبعد أن قتلوا رسول الله ذهبوا إلى السقيفة. فالحكاية هكذا: كتبوا الصحيفة، قتلوا رسول الله، ذهبوا إلى السقيفة، قتلوا فاطمة، وحاولوا قتل علي صلوات الله وسلامه عليه.
هذه حكايتهم. فهذا هو الحكم الذي كان قائما على أساس الإسلام والعدل. شو تقول له هذا بالله؟ شو تقول له هذا؟ هذا شو تسولف وياه؟ وشو تسولف ويا ذولا اللي مجدون بي؟ قطعا سيقولون عني ما يقولون، أنا لا أبالي بما يقولون، أنا لا أبالي بالحمير ولا بنهيقها ولا بالكلاب ولا بنباحها، لا أبالي بكل ذلك. الذي يريد أن يصدع بالحق عليه أن يتسلح بجلد تمساح، لا يبالي بالضربات التي توجه إليه. هل جئتكم بشيء من دون وثيقة أم كلمتكم بشيء ليس له حقيقة؟ هذه قناة الحقائق والوثائق، وهذه البرامج برامج الحقائق والوثائق، وهذا الذي يحدثكم حديثه حديث الحقائق والوثائق برغم آنافهم برغم معاطسهم، إنه حديث الوثائق والحقائق. نذهب إلى فاصل. من أجواء محمد باقر الصدر علي الصالح يحدثنا عن عقيدة محمد باقر الصدر بمسجد السهلة ومجريات مسجد السهلة. وهسه عندنا مشكلة بالعراق. الإمام الحجة عجل الله فرج مجموعة من القصص والخيالات ولذلك ما تقدر تحكي. هذا ماخذ 20,000 بالبصرة وكلهم أطباء وكل، وهنا عندنا واحد ماخذه الدهليز والثاني مسوي روحه ماخذ الأطباء وما تدري. الإمام الحجة فكر وواعي. في يوم من الأيام نحن وثلة من الشباب تينيجر كنا بالإعدادية، وكان من حبنا للإمام المهدي بعضنا إحنا يروح 40-30 للسهلة. سامعين أنتم مسجد السهلة بالنجف؟ ليلة أربعة يوم ثلاثة بالسهلة، نروح يوم ثلاثة ليلة أربعة. ليلة الأربعة. فكنا نروح 40. فأنا أتذكر مرة رايحين إحنا شباب لخدمة السيد الصدر بمجلس العادة اليوم الثلاثاء والأربعاء عنده مجلس، فواحد من أصدقائي قال سيدنا ادعي لي بلكة أحظى بلقاء الإمام الحجة، باقي لي 3 أسابيع يعني. وإذا بالسيد الصدر يقول لنا والله يا بني لو كان في ذلك ذرة من الصحة
لقضيت حياتي في الذهاب إلى السهل في كل يوم على أمل اللقاء بالإمام المهدي. أنا بقيت تفاجأت، بس إحنا جابوه حبا قبل الإمام المهدي ورايحين لمسجد مثل مسجد جام كرام، شو الداعي لهذا النهر والاستنكار؟ بعد ذلك عرفت إذا إحنا صدقنا فد رواية حتى وين وهي مو صحيحة، بقى نصدق إذا جفد واحد قال لنا الإمام الحجة يشرب وياه الشاي، وهي بداية هدام سد اليمن، فالثقب صغير هو من هذا بعد يتسع وتبدأ خرافات وش اسمه وعلى حسب الأصول وينتهي الأمر. حتى إذا أردنا أن نتفق مع محمد باقر الصدر، ومن أن حديث مسجد السهلة ليس صحيحا، إذا أردنا أن نتفق مع محمد باقر الصدر، فأنا أوجه أسئلتي إلى محمد باقر الصدر، هذه الأكاذيب من أين جئت بها وأنت تكذب على أمير المؤمنين من أنه كان جنديا يقاتل في حروب الردة تحت لواء أبي بكر؟ لماذا لم تكن محتاطا ومدققا ومحققا؟ لماذا هذه الأكاذيب؟ أكاذيب كتبتها في كتبك، وضعتها في بياناتك، وإلى آخر لحظة من حياتك وأنت تردد هذه الأكاذيب. إذن أين تدقيقك وتحقيقك يا أبا جعفر؟ من أين جئتنا بهذه الأكاذيب من أن حكم الخلفاء الراشدين، حكم خلفاء السقيفة، كان قائما على أساس الإسلام والعدل؟ من أين جئتنا بهذه الأكذوبة يا أبا جعفر؟ من أين جئتنا بأكذوبة البيعة التي نقضتها أنت بعد ذلك بنفسك، وخرجت من حزب الدعوة وأصدرت فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية على طلاب الحوزة؟ لماذا لم تكن دقيقا وأنت تأخذ دينك وفقهك من حسن البنا في موضوع البيعة؟ الدقة فقط حينما يرتبط الأمر بصاحب الزمان، الدقة فقط حينما يرتبط الأمر بالعترة الطاهرة يبدأ التدقيق والتحقيق، وهذا هو الذي نعرفه ليس عن محمد باقر الصدر فقط. محمد باقر الصدر يمثل منهجا، هذا هو الذي نعرفه عن جميع مراجع النجف وكربلاء. فمنهج حوزة الطوسي هو هذا، منهج يقرب إليه كل شيء يقرب إلى النواصب، ويبعد عنه كل شيء يقرب إلى العترة الطاهرة. صدقوني إنني لا أحرف الكلام ولا أغالي في التعبير، هذه النتيجة لمستها لأكثر من 40 سنة من حياتي، ما قضيتها في الولائم ولا قضيتها
في الترهات، قضيتها في البحث والتدقيق والتحقيق، والنتائج بين أيديكم. عبر برامجي هذه النتائج ليست نتيجة هذه الأيام، هذه النتائج نتيجة عمر لأكثر من 40 سنة الذي وضعت يدي عليه منهج مراجع النجف وكربلاء يبعدنا بكل ما يستطيع عن محمد وآل محمد، ويقربنا بكل ما يستطيع إلى أعداء محمد وآل محمد. هذا هو منهج حوزة النجف وكربلاء منذ أن تأسست في سنة 448. صدقوني، تتبعت الكتب كتابا كتابا، نبشتها سطرا سطرا، والدليل على ذلك هذه الخبرة الواسعة في المكتبة الشيعية، الدليل على ذلك هذه برامجي. أنا لا أحدثكم عن خيالات، أحدثكم عن حقائق. هذه الحقائق صدقوني ألمسها يوميا بيدي لأكثر من 40 عاما. منهج حوزة النجف وكربلاء يبعدنا عن محمد وآل محمد بكل ما يستطيع، ويقربنا إلى أعدائهم بكل ما يستطيع. مشكلة كبيرة، وهذه هي المصادق. يؤسس حزبا على أساس بيعة ملعونة، مقتديا بحسن البنا، مخالفا لفقه العترة الطاهرة، يكذب على أمير المؤمنين، يصف الزهراء بأنها فاشلة. حكاية طويلة، ولكن حينما يأتي الحديث عن مسجد السهلة، عن بوابة فتحها صاحب الزمان كي تتواصل الشيعة معه، مثلما فتح بوابة في مدينة قم في مسجد جمكران، هذه بوابات فتحها صاحب الأمر كي يتواصل مع شيعته. هم يحاربونها، مراجع قم يحاربون مسجد جمكران، الذين يتواجدون في مسجد جمكران هم عامة الشيعة الإيرانيين، فمراجع قم يحاربون مسجد جمكران سنون طوال. أنا أتردد على هذا المسجد، ما رأيت في يوم من الأيام بحدود تجربتي مرجعا من مراجع قم في ذلك المسجد، وعدد المعممين من صغار المعممين قليل جدا من الذين يفدون على هذا المسجد. الكثرة المتكاثرة من مختلف المدن الإيرانية من عامة الشيعة. الحكاية هي الحكاية. سيقولون لكم: لا أدري في السنة الفلانية ذهب آية الله الفلاني إلى المسجد. أنا أتحدث عن أمر مستمر واضح صريح بين. قلت لكم سنون طوال حينما كنت في مدينة قم كنت أتردد دائما على هذا المسجد، ما رأيت أحدا من هؤلاء. وأقول لكم هذا بحدود تجربتي، بحدود زياراتي الكثيرة لهذا المسجد
وبحدود مشاهداتي هناك. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. وإلا ما الذي يضير محمد باقر الصدر؟ مجموعة من الشباب يريدون الذهاب إلى المسجد. لاحظوا أن كلامه كيف أثر بعلي الصالح وأمثاله. وعلي الصالح اتجاهاته معروفة، يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتكتبوا علي الصالح وستشاهدون أحاديثه المختلفة ومواقفه التي يمكنكم على أساسها أن تقيموه وأن تعرفوا من هو علي الصالح. هذه هي الأجواء التي يصنعها وصنعها محمد باقر الصدر. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. سؤال أطرحه استمرارا للكلام المتقدم في هذه الحلقة وفي الحلقتين السابقتين، فإنني قد أوجزت لكم فيما حدثتكم به قبل قليل، أوجزت لكم أهم المطالب بشكل إجمالي مما ذكر في الحلقتين الماضيتين. السؤال الذي يطرح هنا: ما الذي بأيدينا الآن من محمد باقر الصدر؟ ماذا ترك لنا محمد باقر الصدر؟ على الإجمال أقول: ترك لنا أمورا ثلاثة قطعا
أتباعه سيثورون من كلامي هذا، لكنني سأتحدث مثلما تحدثت سابقا بالحقائق والوثائق. من حقهم أن يردوا علي بالحقائق والوثائق، ومن حقي أيضا أن أرد عليهم بعد ذلك بالحقائق والوثائق. أما الاتهامات والهراء والضراط كعادتهم فأنا لا أعبأ به. مثلما أتحدث بالأرقام والوثائق والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، كل شيء بالوثائق ومن كتبه ومن أقرب تلامذته المقربين إليه، كل شيء بالوثائق، الكلام صادم، الكلام قاس، بالنسبة لي ليس كذلك، لأنني أعيش مع هذه الحقائق منذ أكثر من 40 عاما. بالنسبة للذين يستمعون لأول مرة لأحاديثي، نعم الكلام صادم وصادم وصادم. على أي حال أجيب على هذا السؤال؟ في البداية أجيب إجابة إجمالية وبعد ذلك أدخل في التفاصيل. قطعا حلقة اليوم لا تكفي، سأجيب على جانب من السؤال وبقية السؤال سأتركه لحلقة يوم غد. ماذا ترك لنا محمد باقر الصدر؟ أقولها بكل جرأة، لا بجرأة الوقاحة ولا بجرأة الجهل، أقولها بجرأة الحق والعلم والصدق. ترك لنا محمد باقر الصدر، أولا ترك لنا تراثا عقائديا ناصبيا بامتياز على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ. ترك لنا كتبا وتلاميذا. قد عبئوا وقد عبئت الكتب بفكر ناصبي بامتياز. ما هي عقائده؟ واضحة مما تقدم في الحلقتين الماضيتين وفي بدايات هذه الحلقة. فقد أشبع كتبه بهذا الفكر وملأ عقول تلامذته بهذا الفكر. ترك لنا تراثا عقائديا ناصبيا بامتياز على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ. هذا أولا. ثانيا، ترك لنا مخططا فاشلا، وهو وصفه بالفشل والخيبة، وسأقرأ كلامه عليكم، ولكن ليس في هذه الحلقة، في حلقة يوم غد، من لسانه ومن لسان أقرب الناس إليه ومن لسان أسرته، كل ذلك بالحقائق والوثائق. ترك لنا مخططا فاشلا، وهذه عقوبة له، هو يصف فاطمة بالفشل، هو الفاشل ومخططه هو الفاشل وحزبه هو الفاشل. ترك لنا مخططا فاشلا إلى أبعد حدود الفشل فيما رسمه لمواجهته للبعثيين. مسخرة، مسخرة، سأقرأ ذلك عليكم بالحقائق والوثائق في حلقة يوم غد.
استمعوا وبعد ذلك قيموا، لا تطلقوا الأحكام من الآن. ستتعجبون من فشلي وخيبتي وسخافة مخطط محمد باقر الصدر، سأطرح ذلك عليكم بالتفصيل وبالوثائق. هذا الأمر الثاني الذي تركه لنا. الأمر الثالث، من بيعة ملعونة أسس لنا حزبا فاشلا خائبا ضالا فاسدا قد ارتكس ارتكاسا كاملا في فكر أقذر ناصبي في فكر أقذر نواصب التاريخ. إنني أتحدث عن حسن البنا وسيد قطب لعنة الله عليهما، أشد الناس نصبا وعداء. فهذا الحزب، أعني حزب الدعوة الإسلامية، ارتكس منذ بداية تأسيسه وإلى الآن لم يغيروا أفكارهم، نظامهم الفكري لم يغيروا، لا زالوا مرتكسين في قذارات فكر النواصب هؤلاء، أقذروا نواصب التاريخ، حسن البنا وسيد قطب ألا لعنة الله عليهما. هذا هو الذي تركه لنا محمد باقر الصدر، تراثا عقائديا ناصبيا على مستوى الكتب والتلاميذ، مخطط مخططا فاشلا وخائبا في مواجهة البعثيين، بيعة ملعونة وفقا لها أسس لنا حزبا فاشلا خائبا ضالا فاسدا، وفساده وفشله لا يحتاج إلى دليل، فواقع العراق منذ 2003 وإلى اليوم أدل دليل على ذلك، فهل أحتاج إلى أدلة؟ ومع ذلك سآتيكم بالوثائق والحقائق من ألسنتهم، من ألسنة قيادات حزب الدعوة الموجودين على قيد الحياة وحق الحسين، سآتيكم بالوثائق من ألسنتهم بالصوت والصورة، سأعرض ذلك عليكم في حلقة يوم غد من ألسنة مؤسسي الحزب ومن ألسنة قيادات الحزب الموجودين على قيد الحياة، وبإمكانهم أن يكذبوا الوثائق التي تعرض، وحينئذ هل سأكون صادقا أو كاذبا حينما أقول من أن الذي تركه لنا محمد باقر الصدر هو هذا، ترك لنا تراثا عقائديا ناصبيا، مخططا فاشلا لمواجهة البعثيين، وبيعة ملعونة أنتجت لنا حزبا فاشلا خائبا ضالا فاسدا. كذبوني، كذبوا هذه الحقائق، كذبوا الحقائق المتقدمة في الحلقتين الماضيتين وما يطرح في هذه الحلقة وما يطرح في حلقة يوم غد، كذبوني، كذبوني ولو بحرف واحد، وأنا سأعتذر عن ذلك الكذب. نذهب إلى فاصل.
سنبدأ من الأمر الأول، من النقطة الأولى، حيث ترك لنا محمد باقر الصدر تراثا عقائديا ناصبيا على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ. وسأأخذ منهجه في تفسير القرآن دليلا على ذلك. وفي الحقيقة إنني أأخذه مثالا، لأن المنهج الناصبي ليس في التفسير فقط عند محمد باقر الصدر، وإنما في كل ما كتب. وهذه القضية ليست خاصة به، إنه منهج النجف، فهو وفي جدا لمنهج حوزة النجف. محمد باقر الصدر ابن بار مخلص وفي لحوزة النجف، وهو سيد من ساداتها، وهو من أبرز أساتذتها ومن نوابغها، من نوابغ حوزة الطوسي. هذه الأمور لا أحتاج أن أبينها لأنكم تعرفونها، إنما أنتم تحتاجون أن أبين لكم الأشياء التي لا تعرفونها. إنني أحدثكم عن تراث عقائدي ناصبي بامتياز تركه لنا محمد باقر الصدر على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ. وأبدأ من القرآن، لماذا؟ لأننا في بيعة الغدير بايعنا في أول بنودها على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، أن نعتمد المنهج العلوي في التفسير. وسأثبت لكم من أن محمد باقر الصدر يقول من أن منهج علي هو هذا، ويرفسه برجله ويذهب إلى منهج سيد قطب وحق الحسين. سأثبت ذلك لكم من كتبه في هذه الحلقة، اصطبروا علي. إذا طال وقت الحلقة فاعذروني، نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. الكتاب الذي بين يدي محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، هذا هو الجزء الرابع، أهم موسوعة كتبت عن محمد باقر الصدر ووثقت بالوثائق. هذه الموسوعة موسوعة موثقة، المعلومات التي وردت في هذه الموسوعة إما أن المؤلف قد أرفقها بالوثائق، وإما أنه قد ذكر الشهود الذين حدثوه بتلك الوقائع وأثبت أسماءهم وسجل تأريخ تلك الشهادات، أو أن المعلومات التي ذكرت من المعلومات التي سطرت في العديد من الكتب المعروفة. فضلا عن كل ذلك، فإنني على اطلاع بالتفاصيل التي
ذكرت في هذه الموسوعة من خلال أجواء محمد باقر الصدر عبر تلامذته المقربين وعبر قيادات حزب الدعوة، فهم على علاقة وثيقة بمحمد باقر الصدر. صحيح أنه خرج من الحزب، وصحيح أنه أصدر فتوى في تحريم الانتماء إلى حزب الدعوة على طلاب الحوزة، لكن محمد باقر الصدر في آخر أيام حياته أعاد علاقته بحزب الدعوة، وصارت علاقته بحزب الدعوة وثيقة جدا. في الأيام الأخيرة من حياته، أتحدث عن الأيام التي كانت قبل فرض الإقامة الجبرية عليه، والتي أدت بعد ذلك إلى إعدامه. وصلنا إلى وقت فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. أذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. والشمر جالسون على صدريك، مولغ سيفه على نحريك، قابض على شيبتك بيديك، ذابح لك بمهندي. قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القنا رأسك، وسبيا أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق، الويل للعصاة الفساق. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخي نبيك ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه، قاسم الكفرة ومرغم الفجرة،
الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم ظالما ظلا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل والعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن منهجي التفسيري عند محمد باقر الصدر. وفتحت هذا الكتاب وهو الجزء الرابع من محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. وهذا هو الجزء الرابع من طبعة العارف للمطبوعات. الكتاب من تأليف أحمد عبد الله أبو زيد العاملي. تحدثت بعض الشيء للتعريف بهذه الموسوعة وسأقرأ عليكم من الصفحة 84. تحت هذا العنوان فكرة محاضرات التفسير الموضوعي، محاضرات ألقاها على طلابه محمد باقر الصدر تحت هذا العنوان التفسير الموضوعي للقرآن. هنا مؤلف الكتاب
يورد حكاية ترتبط بهذا الموضوع. هذه الحكاية أنا شخصيا سمعتها من أكثر من شخص من تلامذة محمد باقر الصدر، وممن كانوا قد حضروا هذه الدروس. وفي مرة من المرات كنت حاضرا في اجتماع في مركز جماعة العلماء التي يترأسها محمد باقر الناصري، فكان هناك اجتماع كبير، كثيرون حاضرون في هذا الاجتماع، وممن تصدروا الاجتماع كاظم الحائري الذي هو من أبرز تلامذة محمد باقر الصدر، وكذلك محمود الهاشمي كان موجودا وهو من أبرز تلامذة محمد باقر الصدر، كاظم الحائري حي يرزق، محمود الهاشمي توفي، محمد باقر الناصري كان حاضرا أيضا وهو توفي أيضا، شيخ حسن فرج الله كان حاضرا وتوفي أيضا، حسين هادي الصدر موجود حي، وعديدون من هذه الشخصيات كانوا حاضرين. وتحدث متحدث في ذلك الاجتماع في ذلك المجلس وذكر هذه الحكاية، فلم يعترض عليه أحد منهم، بل ربما صدر كلام التأييد والموافقة من بعضهم. الحكاية التي سأقرأها عليكم من كتاب محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. في إحدى دروسه الفقهية تعرض السيد الصدر يعني محمد باقر الصدر رحمه الله إلى مسألة عدم اهتمام الحوزة العلمية بالقرآن الكريم، ثم أضاف: عندما بلغت 18 من عمري علقت مع الشيخ عباس الرميثي وكان من أساتذة الحوزة آنذاك ومن مراجع النجف، شيخ عباس الرميثي، علقت مع الشيخ عباس الرميثي تعليقة كاملة حول معظم أبواب الفقه، وكان الفقه في يدي ينصاع كما تنصاع العجينة في يد الخباز، ولا زالت تلك المباني بأغلبها هي بنفسها المباني التي لدي الآن. ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أيام مرجعيته يتحدث، ورغم ذلك وهذا هو الذي دفعه إلى أن يعقد دروسا في تفسير القرآن، ورغم ذلك فقد سألني بعض الطلاب أنه كيف يبعث الله نبيا مع رسول عندما تكون رسالة الرسول رسالة عالمية كرسالة موسى عليه السلام الذي
بعث معه هارون وهو بمثابة جندي عند موسى، فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد؟ فقلت له: رسالة موسى لم تكن رسالة عالمية، لا أدري لماذا قبل بهذا محمد باقر الصدر، يبدو أنه يجهل هذا الأمر. رسالة موسى لو كانت عالمية لنسخت الديانة الإبراهيمية، فرسالة موسى لم تكن عالمية وإنما كانت لبني إسرائيل، ولذا لم تنسخ الديانة الإبراهيمية. على أي حال، فما معنى نبوة هارون وهما في منطقة واحدة وفي زمان واحد؟ فماذا أجابه محمد باقر الصدر؟ هو يقول: فقلت له: ومن قال إن هارون كان نبيا؟ فلعله لم يكن نبيا. فأجابني أحد الحاضرين بآية صريحة تنفي هذا الاحتمال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إنها الآية 53 بعد البسملة من سورة مريم: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثا يظهر فيه أن في التوراة تناقضا داخليا، وكذلك في الإنجيل، إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج، ولكنه لم يجد تناقضا من هذين القبيلين في القرآن الكريم. أعتقد من أنه يتحدث عن الطبيب الفرنسي الذي ألف كتابا أتذكر أنني قرأته أيام شبابي، عنوانه القرآن والإنجيل والتوراة والعلم. فأعتقد أنه يتحدث عن هذا الطبيب الفرنسي موريس بوكاي، وربما عن غيره لا أدري، لكن الكلام ينطبق على موريس بوكاي لأنه هو الذي ذكر هذه الأمور في كتابه. نعود إلى كلام محمد باقر الصدر. وقد بعث لي أحد الفرنسيين برسالة عبر أحد الأشخاص يذكر لي أن لديه بحثا يظهر فيه أن في التوراة تناقضا داخليا وكذلك في الإنجيل، إضافة إلى التناقض الحاصل بينهما وبين الحقائق العلمية في عالم الخارج، يعني مع العلم، ولكنه لم يجد تناقضا من هذين القبيلين في القرآن الكريم. وطلب مني هذا الفرنسي أن أدله على المصادر التي تدعم ما توصل إليه. وقد قلت في نفسي، محمد باقر الصدر يقول لما وصله هذا الطلب، وقد قلت في نفسي: إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا نحن أهل الفقه والحوزة، هو الجميع أكفأ منكم، وماذا عندكم في الحوزة؟
خير الجهالة والسفاهة ماذا يوجد في الحوزة؟ فأنتم أجهل الناس في القرآن، وأجهل الناس في حديث أهل البيت، وأجهل الناس في فهم الزيارات والأدعية، وأجهل الناس بمعرفة إمام زمانكم، وأجهل الناس بكل حقائق معارف أهل البيت. هذه هي الحقيقة التي لا تعرفها الشيعة. هذا الكلام كلام محمد باقر الصدر، هو الذي يجهل من أن هارون كان نبيا، هو الذي يقول. وهناك جهل آخر، السائل يتحدث عن عالمية رسالة موسى، رسالة موسى ما هي بعالمية؟ فيبدو أن محمد باقر الصدر يجهل ذلك أيضا، لأنه لم يعترض على هذا الكلام ولم يعلق عليه. ولو أنه كان يعتقد عدم صحته لما أورده في الحديث. وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا، نحن أهل الفقه والحوزة، فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه؟ لا محمد باقر الصدر قادر على الإجابة، ولا الذين في الحوزة. نحن نعرف الأحكام الشرعية، حتى الأحكام الشرعية لا تعرفونها يا أبا جعفر، تعرفونها وفق المذاق الشافعي بحسب قواعد الاستنباط الشافعي، لا بحسب قواعد الاستنباط العلوي. فتاوى رسائلكم العملية تخالف منهج أهل البيت. ومن الأمثلة التي مرت علينا فتوى محمد باقر الصدر وسائر المراجع بنجاسة دم المعصوم، فتوى محمد باقر الصدر وسائر المراجع ببطلان الصلاة بذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، إلى قائمة طويلة من الفتاوى الباطلة. طريقة الاستنباط باطلة، الشيء الطبيعي فإن الفتاوى ستكون باطلة، ما بني على الباطل سيكون باطلا. هكذا يقول محمد باقر الصدر، فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه؟ يجيب هذا الفرنسي، نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا. وكيف تكتشفون كنوز كتاب الله وأنتم تنكرون الأحاديث التفسيرية؟ الآن هو لما يبدأ يفسر، يفسر بحسب منهج سيد قطب. ما هم يخرجون من حفرة مظلمة ويوقعون أنفسهم في حفرة مظلمة أخرى لأنهم نقضوا بيعة الغدير، هذا هو سوء توفيقهم. وهذه الحكاية ليست خاصة بمحمد باقر الصدر، هذه حكاية جميع مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء المعاصرين ومن الذين سيأتون. المشكلة ليست في أشخاصهم، المشكلة في المنهج الذي يتبعونه، المشكلة في منهج حوزة الطوسي. الطوسي منذ بداياته كان شافعيا حنفيا، أصله شيعي، أصله الاجتماعي، أما أصله الديني فهو شافعي حنفي. منذ نعومة أظفاره
حينما كان في خراسان كان يدرس عند الشوافع والأحناف، ودرس عند الشوافع أكثر مما درس عند الأحناف، لذا صار عقله شافعيا. حينما جاء إلى بغداد واصل درسه عند الشوافع وتشبع بثقافة المعتزلة، فثقافة المعتزلة كانت هي الثقافة المنتشرة لأنها هي ثقافة خلفاء بني العباس، ثقافة الحكومة، وكانت منتشرة بشكل واضح في الأجواء الشيعية. إذا أردت أن أضع نسبة مئوية لحالة الشيخ الطوسي، وهذا الكلام ليس كلاما جزافيا، من خلال التدقيق والمتابعة، الشيخ الطوسي حينما أسس حوزة النجف كان 80% شافعي في الفقه، 80% شافعي، و10% حنفي، و10% شيعي بحسب شيعة بغداد الذين كانوا مشبعين بثقافة الشافعي والحنفي والمعتزلة. هذا هو الطوسي، كتبه دالة على ذلك. 80% هو شافعي، 10% حنفي، و10% المتبقية شيعي من شيعة بغداد، من الحوزة الشيعية في بغداد التي لم تكن شيعية، التي خاطبها صاحب الزمان من أنهم جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا في الجانب الفقهي. في الجانب العقائدي 80% الطوسي معتزلي، و10% أشعري، و10% شيعي بحسب شيعة بغداد الذين قال لهم ما قال لهم صاحب الزمان. هذا واقع حوزة النجف، فلماذا تستغربون أن النتائج تكون هكذا؟ محمد باقر الصدر هو هو نفس النسب، والسيستاني هو هو، والخوئي هو هو، ومحمد سعيد الحكيم والبقية كلهم على نفس هذه النسب. هذه النسب حينما أذكرها لكم أنا مسؤول عنها شرعا في يوم القيامة، حينما أسأل فإنني قادر أن أثبتها، أما في الدنيا فإنني أثبتها وأثبتها وأثبتها. عودوا إلى برامجي، أما في الدنيا فإنني قد أثبتها وأثبتها وأثبتها وأثبتها. عودوا إلى برامجي المشحونة بالحقائق والوثائق والدقائق. يقول: نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا، ومن هنا فأنا أدعوكم إلى إقامة دروس في القرآن الكريم. هذا هو السبب الذي دفع محمد باقر الصدر إلى إقامة دروسه في التفسير القرآني بحسب منهج سيد قطب كما سأثبته لكم الآن. لاحظتم هذه الحكاية؟ هذه الحكاية حكاية تحتاجون أن تقفوا عندها طويلا. محمد باقر الصدر كان صريحا وصادقا مع تلامذته حين
حدثهم بهذه الواقعة، كان جاهلا وليس عارفا من أن هارون كان نبيا. وهناك جهل آخر هو جهله حيث يقول من أن رسالة موسى كانت عالمية. وبعد ذلك جاء هذا السؤال من هذا الفرنسي، وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي، يشير إلى الطبيب الفرنسي، إلى المؤلف الفرنسي، لا أدري هل هو الطبيب أو غيره، وقد قلت في نفسي إن هذا الرجل المسيحي الذي يبحث في هذه القضايا هو أكفأ منا، نحن أهل الفقه والحوزة، فإلى من أرجعه من أهل الحوزة بحيث يستطيع أن يجيبه؟ لأنه هو عاجز عن ذلك ولا يعرف أحدا في الحوزة يمتلك القدرة على إجابة أسئلة هذا الفرنسي. نحن نعرف الأحكام الشرعية ولكننا لم نكتشف كنوز كتاب الله الذي بين أيدينا. ومن هنا فأنا أدعوكم إلى إقامة دروس في القرآن الكريم. هنا انبرى الشيخ حسن طراد وهو من تلامذة محمد باقر الصدر، هو لبناني الجنسية. في الحاشية المؤلف يقول من أن الشيخ الزهيري، يشير إلى عبد الحليم الزهيري، يقول إنه شيخ حسن عبد الساتر، أيضا هو من تلامذة محمد باقر الصدر وهو لبناني الجنسية أيضا، ليس مهما إن كان حسن طراد أو حسن عبد الساتر. هنا انبرى الشيخ حسن طراد وقال له لمحمد باقر الصدر: ليس لها إلا أنت، وعليك أنت أن تتصدى لذلك، يعني لتدريس القرآن، لكي يمشي الأمر في الحوزة. فقال رحمه الله، فقال محمد باقر الصدر: أنا في تفسير القرآن إن لم أكن أقل منكم، إن لم أكن أقل منكم فمثلكم. فأجابه أحد الطلبة: كيف يا سيدي وأنت بحر بعيد الغور في قدرتك على التفسير؟ على أي أساس؟ سبق وإن سألت سماحتكم عن تفسير آية فأجدتم في تفسيرها وتعمقتم في جوهرها، ومن قال أن تفسيره كان صحيحا؟ فأجاب السيد محمد باقر الصدر: إنك تريد أن تشجعني، لو بعث شيخنا الطوسي رحمه الله أو حاضر السيد الطباطبائي صاحب الميزان كان حيا في ذلك الوقت. هذا الحديث في السبعينات، في أواخر السبعينات. لو بعث شيخنا الطوسي رحمه الله أو حاضر السيد الطباطبائي هنا في النجف، لأن السيد الطباطبائي صاحب الميزان هو في قم، كان في النجف، هو من خريجي النجف ولكنه بعد ذلك انتقل إلى قم. لو بعث شيخنا الطوسي أو حاضر السيد الطباطبائي هنا في النجف لكنت أحد التلاميذ. هذا يعني أن محمد باقر الصدر يرى أن الطوسية عملاق في التفسير وأن الطباطبائية عملاق في التفسير، هذا هو معنى. أنا أقول محمد باقر الصدر
إما أنه كان مطلعا على تفسير الطوسي أو أنه لم يكن مطلعا. إذا لم يكن مطلعا على تفسير الطوسي، إذا لماذا تصدى للتفسير وهو ليس مطلعا على تفسير أهل البيت قطعا؟ الذي يدل على ذلك منهجه التفسيري الضال الأخرق المخالف والمناقض للمنهج العلوي في التفسير، وسأثبت لكم ذلك. فإما أنه لم يكن مطلعا على تفسير الطوسي ومع ذلك يجعل من الطوسي عملاقا كي يكون حاضرا في درس تفسيره، وإما أن يكون مطلعا على تفسيره وقد قبل ما جاء في تفسيره، فإنه قد قبل الضلال بتمام معنى الضلال. هذا هو تفسير الطوسي. التبيان، تبيان الضلال، ما هو بتبيان الحق؟ من هنا فتح باب الضلال في التفسير لما ألف الطوسي تفسيره، هذا تفسير ضلاله ونقضه لبيعة الغدير. هذا هو الجزء الأول من تفسير الطوسي، منشورات ذوي القربى، وهذه هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة. أول صفحة من مقدمة الطوسي في تفسيره ذكر المصادر والكتب التي نظر فيها واعتمدها في التفسير، صدقوني لم يذكر تفسيرا واحدا لمؤلف شيعي حتى لو كان على منهج المخالفين. كل المفسرين الذين ذكروا هنا هم من النواصب، سأقرأ عليكم. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة. من هم علماء الأمة؟ هم هؤلاء النواصب. فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره. الطبري هو هذا المؤرخ والمحدث والمفسر المعروف محمد ابن جرير الطبري، صاحب التاريخ، صاحب التفسير، صاحب الكتب المعروفة، والذي ينسبه البعض إلى الشوافع والبعض يقولون عنه من أنه صاحب مذهب خاص به، لكنه أقرب ما يكون إلى الشوافع إن كان صاحب مذهب خاص به، كالطبري وغيره. وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه، غريب القرآن، غريب ألفاظه من جهة المعنى ومعاني ألفاظه، وسلك الباقون المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فيه منتهم، منتهم قدرتهم استطاعتهم
وتركوا ما لا معرفة لهم به، فإن الزجاجة والفراء من علماء اللغة والنحو، ومن أشبههما من النحويين أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. ومفضل ابن سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظ، والمتكلمين كأبي علي الجبائي وغيره صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعاني الكلامية، ومنهم من أضاف إلى ذلك الكلام في فنون علمه، فأدخل فيه ما لا يليق به من بسط فروع الفقه واختلاف الفقهاء كالبلخي وغيره، وأصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد بن بحر أبو مسلم الإصفهاني وعلي بن عيسى الرماني، وهؤلاء كلهم مخالفون ما بين أشعري ومعتزلي. فإن كتابيهما الحديث عن أبي مسلم الإصفهاني وعلي بن عيسى الرماني، وعلي بن عيسى الرماني من أقطاب المعتزلة ومن أشهر رموزهم، فإن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى. هذه الكتب والمصادر التي اطلع عليها والتي انتفع منها والتي انتقدها ومدحها، فهذه مصادره. الطوسي في تفسير التبيان حينما يحدث عن أبي جعفر إنه الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير، ولذلك لا يقول عليه السلام. هؤلاء المعممون الأغبياء في النجف ينقلون عن التبيان عن أبي جعفر فيعتقدون أنه الباقر. ثولان، الطوسي سرق كثيرا من كلام الطبري ولم يذكر اسم الطبري، ولكنه في كثير من الأحيان يذكر اسم الطبري، فقد نقل كثيرا من تفسير الطبري الناصبي هذا. فحينما يقول عن أبي جعفر قال أبو جعفر، إنه أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، لذا لا يقول عليه السلام. ثولان، فإذا ما أردتم أن تنقلوا على المنبر أو في الدروس فاعلموا أن الطوسي ينقل عن أبي جعفر الطبري وليس عن أبي جعفر الباقر. غبران، حينما ينقل الطوسي عن الحسن، ما هو بالحسن المشتبى؟ إنه الحسن البصري، ذلك الناصبي المعروف، والذي يقول عنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من هاهنا، ويشير إلى صدره الشريف. الحسن البصري من أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه، ما هو قضى عمره في بيت عائشة، كانت خالته خادمة في بيت عائشة، فكان يأكل ويشرب في صغره في بيت عائشة، وعائشة غصبت ميراث فاطمة، فاطمة غصب إرثها، ولكن نساء النبي بقين في بيوتهن في بيت النبي وأخذن الميراث. فاطمة البنت صاحبة الميراث حرمت من الميراث، وعائشة التي لها
التسع من الثمن أخذت الميراث وأدخلت أباها ودفن عند النبي، وأدخلت عمر بن الخطاب ودفن عند النبي، ولما جاءوا بالإمام الحسن لزيارة رسول الله جاءوا بجنازته، رفضت أن يدخل الهاشميون بجنازة الإمام الحسن، وقالت إنني لا أريد أن يدخل بيتي من لا أحب. في حينها قال لها عبد الله بن عباس: يا بنت أبي بكر، لا كان ولا كنت تجملت تبغلت، لأنها خرجت على بغلة لها. تجملت يشير إلى يوم الجمل، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت، لك التسع من الثمن بحسب مواريث القرآن. فالزوجة ترث من زوجها إذا كان للزوج ولد من ذكر أو أنثى ترث الثمن، وإذا كان هناك أكثر من زوجة يشتركن في الثمن. ومات النبي عن تسع، لك التسع من الثمن وبالكل تملكت. فالحسن البصري كان يأكله ويشربه هناك، فاشتد لحمه وعظمه في بيت عائشة. على أي حال لا شأن لنا بعائشة ولا بالحسن البصري، لكنني أقول لكم يا غبران يا ثولان، الحسن الذي يذكره الطوسي هو الحسن البصري، ما هو الحسن المجتبى، ولذا لا يقول عليه السلام. هذه تفاسير مراجعكم، فماذا نصنع لا محمد باقر الصدر؟ إما أنه قد قرأ تفسير الطوسي لو يحكي خرط بكيفه، فهو لا يعلم، هو لا يعلم من أن تفسير الطوسي هو تفسير ناصبي بامتياز، وحتى لو علم لا يرتب أثرا، ما هو غاطس في فكر هو أقذر من الفكر الذي غطس فيه الطوسي. محمد باقر الصدر غاطس في فكر حسن البنا وسيد قطب، ألا لعنة الله عليهما. هذا هو التبيان، مثال من ضلال الطوسي. هذا الجزء الرابع: في ذيل الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إلى آخر الآية، في ذيل هذه الآية: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، والحديث عن سهو المعصوم، باعتبار أن الآية تخاطب النبي: وإما ينسينك الشيطان، لأنه جاهل بقواعد التفسير العلوي، لذا يتحدث عن سهو المعصوم وينسب السهو والنسيان لمحمد وآل محمد. هذا هو الطوسي. أنا أقرأ من الجزء الرابع من تفسير التبيان من الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 165. فهذا المفسر الشيعي الأثول لا علم له
بقاعدة التفسير العلوي من أن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب لفظا لمحمد وللأمة مضمونا ومعنى. هذه قاعدة مهمة من قواعد التفسير بحسب المنهج العلوي، والتي لا يعملون بها ولا يعرفون تطبيقها أساسا. هؤلاء مراجعنا الثولان أعلى الله مقاماتهم. فماذا يقول مؤسس حوزة النجف؟ ماذا يقول هذا المرجع الأثول؟ أتحدث عن الطوسي. هو يأتي بكلام للجبائي، والجبائي يشكل على الشيعة من أنهم لا يقولون بسهو الأنبياء. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت يجري سريعا. الذي يقوله الطوسي: لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله بالنسبة لمحمد وآل محمد، لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، بالضبط كما يقول النواصب والمخالفون، كما يقول الشوافع، ما هو هذا قول الشوافع. لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك في غير دائرة التبليغ، مثلا في عباداتهم، في معاملاتهم، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. والله هو متفضل، يعني تريدهم يصيرون مخابيل؟ يعني شو تريد؟ يعني إلى الحد اللي ما يصير المعصوم مخبر، يجوز له أن ينسى إلى هذا الحد. بالله عليكم، هذا الكلام منطقي؟ هذا هو كلام الطوسي. وبالمناسبة هذا الكتاب ألفه في آخر عمره وليس في أوائل عمره، وربما ألفه أيام وجوده في النجف، لأن آخر عمره قضاه في النجف. لذلك هذا الكتاب يمتدحه علماء السنة كثيرا، علماء الأزهر يمتدحون هذا الكتاب كثيرا، لأنه من كتبهم، من كتب النواصب، من كتب الشوافع، والتفسير من أوله إلى آخره وفقا لهذا الذوق. أقرأ عليكم: لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، هذه افتهمناها، لا يجوز السهو والنسيان في دائرة التبليغ، في دائرة الوحي، هذا يقول به النواصب، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني المعصوم يسهو وينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر، هذا معصوم، هذا معصوم لو خرطي، شو تقولون أنتم؟ هو هذا مؤسس حوزة النجف، هذا تفسيره، هو هذا كتابه، وهذا هو الذي يريد أن يدرس عنده محمد باقر الصدر، أنه لو كان الشيخ الطوسي حاضرا لحضر عنده. أستمر في القراءة؟ أستمر؟ ماذا أقول لكم؟ ماذا أقول لكم؟ هناك كلام كثير، ويا من تحكي، ويا من تحكي، ويا من تحكي، ويا يا أثول تحكي.
المهم المعصوم ما راح يصير مخبل، هاي خلوها، ثبتوها. المعصوم مو مخبل. اذا اكو فد وحده يمشن بنات الحلال هلهلن على الخير، هذا الخير جاي هلهلن ولو هو شهر محرم، بس هذا خير، هذا هو خير الحوزه. من طيح الله حظ هذه الحوزه وطيح الله حظ مؤسسها وطيح الله حظ كل مراجعها على الدين الخرط هذا الطيح حظ. المعصوم يظل ينسى الى الحد اللي ما يصير مخبل. مطيح الله حظكم على هالعقل هذا. فاما غير ذلك في غير دائرة التبليغ فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وكيف لا يجوز عليهم ذلك إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم، ينسون كثيرا من متصرفاته أيضا، وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. يدري هذا غير معصوم غرط، هذا أنه ينسى إلى الحد اللي ما يصير مخبر، وينسى كثيرا من متصرفاته يعني من أمور حياته اليومية كثيرا، وأيضا ينسون وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. إذن هاي الهوسة على عاشوراء والغدير على شنو هذه؟ لأن يجوز هم ناسين، أهم يجوز صاحب الزمان هسه ناسيها هذه، هي أصلا هاي ما جرت عليه، هي جرت على آبائه وأجداده، هو شو له علاقة بالموضوع؟ شو تقولون بالله؟ شو تقولون؟ ذولا مراجعكم، ليش تحجون علي؟ ليش تحجون علي وتقولون اني انتقد المراجع؟ هم ذولا مراجعكم يسيئون الى ائمتكم. من الافضل، الائمه او المراجع؟ انا حين انتقد المراجع انتقد المراجع من كتبهم، ما هذا هو اهم كتبي الشيخ الطوسي. أنا أسألكم من الآخر بكلام سوقي، بالله عليكم الطوسي هنا يضرط لو ما يضرط، قولوا بالله عليكم، أنا لست محبا أن أستعمل هذه الكلمات، لكن لأجل آل محمد أصبح سوقيا وبوقيا وأصبح كل شيء كي أكشف خراء هؤلاء المراجع وكي أكشف خراء هذه الحوزة. بالله عليكم أحلفكم بالعباس الطوسي ضرط هنا لو ما يضرط، شو تقولون أنتم؟ جاوبوني، جاوبوا على الإنترنت، الطوسي يضرط لو ما يضرط حينما يتحدث بهذه الطريقة؟ هذا هو الذي يريدون منا أن نقدسه. هذا أنا بكالة عتيقة ما أشتري، بقندرة عتيقة ما أشتري، لا أشتري ولا أشتري حوسته. المعصوم يسهو إلى الحد اللي ما يصير مخبل. فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، وينسون ما جرى لهم فيما مضى من الزمان. شنو هالخرط هذا؟ هذا هو الطوسي الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدر وحق الزهراء البتول. لو كان هناك متسع من الوقت لأخرجت لكم خراء الطوسي من هذا التفسير،
وأنا تحدثت كثيرا عن هذا التفسير وغيره في برامجي المختلفة، لكنني جئتكم بمثالين، الوقت لا يكفي. المثال الأول المصادر التي اعتمدها، والمثال الثاني ماذا يقول عن محمد وآل محمد، ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مقابيل. لو بعث شيخنا الطوسي رحمه الله محمد باقر الصدري يقول: أو حاضر السيد الطباطبائي هنا في النجف لكنت أحد التلاميذ. هذا هم الطباطبائي، تعال نشوف الخرط مال هذا الطباطبائي. هذا الميزان، هذا الجزء الأول. أيضا سأخذ لكم لقطة من الجزء الأول ولقطة من جزء آخر من هذا التفسير الخرط الميزان. هذا هو الجزء الأول من تفسير الميزان، طبعة دار الكتب الإسلامية، صفحة 40. في صفحة 40 صاحب الميزان عدوه اللدود الأول الأحاديث التفسيرية، لأنه يتبنى منهج تفسير القرآن بالقرآن. ونحن عندنا في أحاديث العترة: من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. نحن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لأحاديثهم، أما أن نفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن أحاديثهم فالأئمة هكذا يقولون: من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. وهذا بالضبط هو منهج الطباطبائي في تفسير الميزان. تفاسير ناصبية، تفاسير ناقضة لبيعة الغدير. صفحة 40 هكذا يعلق على الأحاديث التفسيرية، يقول: والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم. ما هي الأحاديث التفسيرية؟ كلها هكذا. القرآن مطبق إما عليهم أو على أعدائهم. وهذه هي سورة الفاتحة. ما هي سورة الفاتحة؟ قلب القرآن. ماذا تقرؤون فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط صراط هيم واللبن، صراط من؟ هناك صراط محمد وآل محمد، وهناك أعداؤهم الذين أنعمت عليهم، المغضوب عليهم من هم؟ الضالون من هم؟ ما هي هذه سورة الفاتحة؟ انت مدود، ايش بيك؟ انت بيك دودة؟ أنت الطباطبائي أو أنت الطوسي أو بقية المراجع مدودين؟ أنتم بيكم دودة ضد الروايات؟ شنو اللي بيكم؟ ما هي سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب؟ تتحدث عن فريقين، هناك فريق الهداية وهناك فريق الضلال. فريق الهداية محمد وآل محمد، وفريق الضلال أعداؤهم. فالقرآن كله هكذا كما في فاتحة الكتاب. فهاي الدودة اللي عندكم ليش ما تعالجونها؟ والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم، أعني روايات الجري. طبعا هذا المصطلح من عنده، الخرط من عنده، هذا المصطلح يشتقه من قاعدة المطالع والمجاري ويعطي له تفسيره الخاص به، فيقول: من أن هذه الروايات ما هي بتفسير، ويعبر في بعض الأحيان: وليست من التفسير في شيء. زين، منين نجيب التفسير؟ منك أنت؟ أنت شن فهمك؟ منين نجيب التفسير؟ إذا نجيب الروايات تقول هذه الروايات ليس فيها من التفسير شيء، هذه روايات جري،
وهذا المصطلح وهذه القاعدة من عنده، هذا من جاب الصفحة. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين، يعني المئات، وهي فعلا كذلك، بل قد تصل إلى الآلاف. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية، بينما يورد روايات المخالفين بشكل واضح في الأبحاث الروائية، يترك أحاديث أهل البيت ويورد أحاديث المخالفين. وحينما يورد أحاديث أهل البيت يضعفها في كثير من الأحيان، أو أنه يقول عنها ليست من التفسير في شيء، بينما أحاديث المخالفين لا يعلق عليها. عودوا إلى تفسيره، ما هو هذا تفسير الميزان؟ وهذه القضية ظاهرة في هذا التفسير من الجزء الأول إلى الجزء العشرين. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، هؤلاء السفلة أصحاب العمائم لو أنهم يجدون في كلامي نقطة ليست صحيحة لطبلوا بها. هذا الذي أقوله لكم هو الحق بعينه. هذه تفاسير مراجع الشيعة، مراحيض مراحيض. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب. الغرض في الكتاب التفسير، ولكن لا بحسب أحاديث أهل البيت. نقض لبيعة الغدير أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر. إلا ما تعلق بها غرض في البحث، الروايات التي تأتي موافقة لما يقوله المخالفون، هذه الروايات يريدها، فليتذكر. فمن البداية يشن حربا على أحاديث أهل البيت، على الأحاديث التفسيرية، وهذا هو الذي أقوله دائما، من أن تفاسير مراجع الشيعة هي ناقضة لبيعة الغدير، لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير منهم. رسول الله كيف يشترط علينا أن نأخذ التفسير منهم وليس هناك من تفسير؟ إذا كانت هذه الأحاديث التفسيرية ما هي بتفسير، إذن أين تفسيرهم؟ دلونا، لماذا القرآن يخاطب رسول الله وإن لم تفعل وإن لم تعلن بيعة الغدير فما بلغت رسالته، ويأتي محمد كي يضحك علينا يقول من أن أول بند من بنود بيعة الغدير أن تأخذ التفسير من علي وآل علي، ولما نأتي إلى الواقع فلا نجد تفسيرا. شنو الله يضحك علينا؟ الله يضحك على محمد؟ محمد يضحك علينا؟ ما هذه الأحاديث التفسيرية هي تفسير علي وآل علي للقرآن، إذا لم تكن فأين تفسيرهم الذي بايعنا عليه؟ لماذا تفسير الطوسي لا زال محفوظا بيننا؟ لماذا تفسير الطوسي لا زال محفوظا بيننا؟ لماذا تفاسير النواصبي لا زالت محفوظة في مكتباتنا؟ فلماذا تفسير علي وآل علي ليس موجودا عندنا؟ موجود عندنا، هي هذه الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الأوباش. الأوباش مدح، مدح كبير لهم. هؤلاء بحسب نقض بيعة الغدير هؤلاء كفار أنجاس. أنا لا أريد أن أصفهم بهذه الأوصاف، لكن الحقيقة هي هذه. ما هذا الكلام
ناقض لبيعة الغدير بدرجة 100%. أنا أقول للطباطبائي: إذا على أي شيء بايعت في بيعة الغدير؟ ما معنى أن التفسير يؤخذ من علي؟ معنى ذلك أننا نأتي إلى تفسيرك أنت، وأن نأخذ التفسير منك بحسب منهجك، أن تفسر القرآن بالقرآن بعيدا عن أحاديث العترة. ما هذا عند محمد وآل محمد كفر صريح، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. نحن نفسر القرآن بالقرآن بحسب أحاديثهم، بحسب موازينهم، بحسب منهجهم. هذا الجزء الأول من تفسير الميزان. نأخذ مثالا مثل ما فعلت مع الطوسي. هذا الجزء الثالث. نذهب إلى سورة آل عمران. وإلى الآية 42 بعد البسملة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صفحة 205. ماذا يقول الطباطبائي العظيم؟ وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه. من الذي قال ذلك؟ رسول الله في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة، من أن مريم أم عيسى المسيح هي سيدة نساء عالمها في الفترة التي عاشت فيها. أما سيدة نساء العالمين على الإطلاق فهي فاطمة. هذا الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا. فماذا يعلق الطباطبائي العظيم؟ يقول: وأما ما قيل. وأنتم يا أصحاب العمائم تعرفون هذا التعبير، ما قيل فإنه يستعمل في القول الضعيف. وأما ما قيل، هذا الاستعمال بين الآخنديين استعمال في القول الضعيف. وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه، يرفضه، فهي سيدة نساء العالمين مطلقا. هذا الذي يثبته الطباطبائي في تفسيره. أنا أسألكم بالله، السيد الطباطبائي هنا يضرط لو ما يضرط، شو تقولون؟ والله لا أحب استعمال هذه الكلمات، لكنني أريد أن أكشف عورات هؤلاء الثولان. الطباطبائي هنا يضرط لو ما يضرط، شو تقولون أنتم؟ رسول الله هو الذي يقول من أن مريم سيدة نساء عصرها عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين على الإطلاق. هذا حديث محمد وآل محمد. جناب الطباطبائي هنا يقول: وأما ما قيل إنها مصطفاة على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه. الآية تدل على أنها سيدة نساء العالمين مطلقا، وذلك الكلام ليس صحيحا. ولذا في البحث الروائي صفحة 234 يورد روايات المخالفين ولا يورد رواياتنا التي تصرح بذلك المعنى. يعني هذا مع سبق الإصرار، هذا مع سبق الإصرار. وإلا لماذا لم يورد رواياتنا التي تحدثت عن المعنى الذي
نفاه هو، وجاء بروايات تؤيد ما قال. على سبيل المثال أقرأ عليكم: بحذف الأسانيد والمصادر للاختصار، هو أخرجه عن ابن عساكر، وهذه كتب المخالفين، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، هذه الأولى، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية امرأة فرعون. أنت تورد هذه الروايات يا أيها طباطبائي، لماذا لم تورد الروايات التي وردت في كتبنا من أن مريم سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين؟ هذه الروايات لم يوردها الطباطبائي، أورد روايات المخالفين: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية امرأة فرعون. رواية ثانية: أربع نسوة سادات عالمهن، مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة. ليس فاطمة هي الأفضل، عالمها أفضل، وكل واحدة هي سيدة عالمها. أربع نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأفضلهن عالما فاطمة. ليس هي الأفضل، عالمها هو الأفضل. رواية ثالثة أيضا عن رسول الله بحسب ما هم يقولون من كتب المخالفين، هذه أخرجها عن ابن أبي شيبة: فاطمة سيدة نساء العالمين لكن بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون. يعني آسية أفضل من فاطمة، وخديجة ابنة خويلد. يعني مريم أفضل، فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد. يعني أن مريم أفضل من فاطمة، وآسية أفضل من فاطمة، وخديجة أمها أفضل منها. فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد. هذه الأحاديث هي الأحاديث التي أوردها الطباطبائي. ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء شيعة أو لا؟ هذه كتبهم، كتبهم ناقضة لبيعة الغدير. فأنا أقول، محمد باقر الصادر يقول: لو بعث شيخنا الطوسي رحمه الله أو حاضر السيد الطباطبائي هنا في النجف لكنت أحد التلاميذ. يعني أنت لو قاري هاي الكتب لو ما قاريها، إذا قاريها فاهمها لو ما فاهمها، هذا الخرط يعني أنت تعتقد به. لو أنت ما قاريها فشلون تقيم أن هؤلاء أساتذة في التفسير؟ حلوها هذه، حلوها، حلوها. ما أنتم مضحكة، مسخرة، مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. نذهب إلى فاصل.
الويل للعصاه الفساق، لقد قتلوا بقتلك الاسلام، وعطلوا الصلاه والصيام، ونقضوا السنن والاحكام، وهدموا قواعد الايمان، وحرفوا ايات القران، وهمجوا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرتا مقهورا، وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهرا بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل، والأهواء والأضاليل، والفتن والأباطيل. الكتاب الذي بين يدي هو المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر، طبعة مكتبة سلمان المحمدي، صفحة 30. ماذا يقول محمد باقر الصدر؟ يذكر كلاما لأمير المؤمنين، أتمنى أن تدققوا معي. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. يعلق محمد باقر الصدر يقول: التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن. علي ما هو ابن القرآن؟ علي هو القرآن الناطق. ولكن هذه تعابيرهم، هذه التعابير القطبية الخرقاء، مثل ما مر علينا من أن عليا هو أخو الإسلام، من هذا الخرط مر علينا هذا الكلام في تعابيره في كتابه فدك في التاريخ. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. يا أبو جعفر، مو الإمام قال ولن ينطق؟ منين جبت هذا الحوار وطرح المشاكل على القرآن؟ الإمام قال ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، أنا أخبركم عنه، ولكن أخبركم عنه بحسب بيعة الغدير، أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية. أما أننا نحاور القرآن، الإمام يقول لنا حاوروه ولكنكم لن تفلحوا، هذا معنى كلام الإمام. ذولا هم نواب الإمام. بالمناسبة هذه الدروس وهذه الأبحاث في أيام مرجعيته، في أواخر سنين حياته. ما هو هذا كتابه؟ أعيد عليكم قراءة كلامه. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق
والإمام استعمل لن للنفي التأبيدي، يعني بأي وجه من الوجوه لن تستطيعوا أن تحصلوا على شيء من القرآن. هذه لن للنفي التأبيدي، أبدا لن تحصلوا على شيء من القرآن إذا ما قمتم باستنطاقه. ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. يعلق هنا محمد باقر الصدر. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم، يعني أن المفسر هو الذي يجمع الآيات في موضوع واحد على طريقة الطباطبائي، أن يفسر القرآن بالقرآن، هو يحاور القرآن، ولكنه هنا يعتمد منهج سيد قطب، فسيد قطب هو الذي يحاور القرآن. سأقرأ عليكم من كتب سيد قطب. هذا المنهج بالضبط هو منهج سيد قطب. فسيد قطب يقول: الله يحدثني بالقرآن، يتحدث معي، وأنا أستطيع أن أحاور القرآن كي أجد حلولا لكل مشاكلي ولكل مشاكل الأمة. هذا هو منهج سيد قطب في تفسير القرآن. ومنهج حسن البنا ما هو ببعيد عن هذا المنهج، لكنه ما كتب في تفسير القرآن. في دروسه التفسيرية حسن البنا كان يتبع هذا المنهج. التعبير بالاستنطاق أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها، يعني المفسر هو الذي يحصل الإجابة من القرآن بنفسه من خلال محاورته للقرآن. هذا هو منهج محمد باقر الصدر في التفسير، أخذه من سيد قطب. في صفحة 33 هكذا يقول: أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس، هذه دروسه في تفسير القرآن التي كانت بسبب الحادثة التي أشار إليها وقرأتها عليكم قبل قليل، أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس في درسه، يعني يبدأ بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل من الذي يتزود؟ المفسر يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن. فمن أين يأتي بمفردات التفسير؟ من الواقع الخارجي. أحاديث أهل البيت يرفضونها ويقولون لنا: خذوا مفردات التفسير من الواقع الخارجي وعودوا بها إلى القرآن وحاوروا القرآن سيعطيكم جوابا. عود نقبض من دوش. أحاديث أهل البيت اتركونها وتفسرون بهذه الطريقة. هذا هو منهج محمد باقر الصدر في تفسير القرآن، وهو منهج سيد قطب بدرجة 100%. هذا هو الدرس الثاني من الدروس التي كان يدرسها لتلاميذه، والرجل لا هو بمطلع على أحاديث أهل البيت التفسيرية
لأنه يرفض الأحاديث التفسيرية. منهجه كمنهج السيستاني في التعامل مع أسانيد الروايات. أصلا كان عنده مشروع للتمزيق بحار الأنوار، أوكله إلى تلميذه كاظم الحائري، وهذه حكاية طويلة. وإن كان كاظم الحائري لم يحرك ساكنا لأنه لا يمتلك القدرة التي يحتاجها لمثل هذا المشروع. أنا لا أريد أن أخوض الآن في هذه المسألة، سأتركها للحلقات التي سأتناول فيها تأريخ حديث أهل البيت، وأحدثكم حينئذ عن حرب مراجع الشيعة على حديث أهل البيت. أحد الذين سلوا سيوفهم محمد باقر الصدر في مشروع تمزيق بحار الأنوار بواسطة كاظم الحائري، وهذه القضايا موثقة، ورسالة محمد باقر الصدر إلى كاظم الحائري موجودة بهذا الخصوص. وهذا الأمر يعرفه تلاميذه، وهو مثبت في هذه الموسوعة وفي غيرها من المصادر التي تحدثت عن محمد باقر الصدر. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن كل شيء، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ أعود إلى منهج محمد باقر الصدر في تفسير القرآن. هو هكذا يقول أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع. المفسر من هنا يبدأ بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت إلى يده، إلى يد المفسر، من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامينها، ثم يعود إلى القرآن الكريم. لماذا؟ ليحكم القرآن الكريم، هذه تذكروها، ليحكم، لأن سيد قطب يستعمل نفس هذه التعابير. ثم يعود المفسر إلى القرآن، ثم يعود المفسر إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم، ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ما هو قال ولن ينطق. أدري أنت أعوار، ما تشوف، أعمى، ما هو الإمام قال لن ينطق. لماذا تأخذون ببعض الكلام وتتركون بقية الكلام؟ ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار. يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور. المستنطق هو القرآن، ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره، دور القرآن، دور المستنطق، دور الحوار. يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الأسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق. أساسا عملية الاستنطاق لن تحدث، ولكنه يصر على أنها تحدث. لماذا؟ لأن سيد قطب يصر على ذلك، أمير المؤمنين يصر على عدم حدوث النطق، أما سيد قطب فإنه يصر على حدوث النطق. محمد باقر الصدر يذهب مع سيد قطب،
أمير المؤمنين، ماذا قال؟ قال فاستنطقوه ولن ينطق. لا توجد هناك عملية استنطاق حقيقية، وإنما هي تجربة، نجرب استنطاق القرآن كي نتذكر أننا بايعنا عليا في الغدير من أن القرآن لا يفسره إلا علي وآل علي. أما جناب الأخ هنا محمد باقر الصدر يقول من أننا نستنطق القرآن والقرآن سينطق لنا. ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة، حينئذ القرآن سينطق. إذا لماذا جئت بكلام أمير المؤمنين؟ ما هذا تدليس؟ وهذا تمويه؟ وهذا غش؟ الإمام هو الذي قال ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. إذن كيف سيكون الحال؟ ولكن أخبركم عنه، لأننا لا نستطيع أن نستنطق. فهذا الهراء، هذا الهراء من أننا نستنطق القرآن. أنا أسأل نفس السؤال، محمد باقر الصدر يضرط هنا لو ما يضرط؟ أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، علي هو الذي يقول. تتوقعون أن عليا فقط هو الذي يقول؟ القرآن أيضا يقول، وعلي أيضا يقول، وسأعود إلى قولهم، سأعود إلى قول القرآن وإلى قول علي، ولكن بعد أن أقرأ عليكم من أقذر كتابين في المكتبة السنية قبل الشيعية. الكتاب الأول في ظلال القرآن لسيد قطب، والكتاب الثاني معالم في الطريق. وهذا معالم في الطريق هو خلاصة لأقذر ما جاء في كتابه في ظلال القرآن. هذا هو التفسير المركزي لحزب الدعوة، وهو التفسير الثاني الذي يعتمد عليه الوائل في مجالسه. أساسا يعتمد الوائل في مجالسه على تفسير الفخر الرازي. في بعض الأحيان إذا لم يجد شيئا مناسبا فإنه يعود إلى هذا التفسير النجس في ظلال القرآن لسيد قطب. وهذا هو التفسير الذي يعتمده الطباطبائي في الميزان في بداية كل تفسير لكل سورة، الإجمال الذي يذكره في بدايات السور، وهو يفسر المضمون الإجمالي للسورة، يأخذه هذا الطباطبائي من هنا من سيد قطب. مشكلة كبيرة. أما محمد باقر الصدر فهو غاطس في هذه القذارة إلى سقف عمامته. أقرأ عليكم ما جاء في مقدمة الجزء الأول من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. هو اسمه سيد، لا تشتبه وتتصور أن لفظة سيد للتعظيم، هو اسمه سيد، وقطب هو لقب أسرته، فاسمه سيد وقطب هو لقب الأسرة، اسم الأسرة. هو اسمه سيد وقطب هو لقب الأسرة، الاسم الثاني، الاسم الثاني بالنسبة له.
في المقدمة أنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير سيد قطب، وهذه الطبعة طبعة دار الشروق، وهي دار متخصصة بطباعة كتب سيد قطب وكتب غيره أيضا، لكن كتب سيد قطب بشكل عام تطبع في هذه الدار. في المقدمة أقرأ شيئا يسيرا، الوقت يجري وعندي الكثير من المطالب، ويمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في الساحة الثقافية الشيعية. هذا البرنامج تحدثت فيه عن سيد قطب بشكل مفصل، وعن تفسيره، وعن علاقة محمد باقر الصدر بفكر سيد قطب. الكلام هناك مفصل وبالوثائق والأدلة، لا أستطيع أن أعيد تلك التفاصيل لضيق الوقت. سأقرأ عليكم بشكل سريع. هكذا يقول سيد قطب: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير، أي تكريم لهذا لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير، أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل. فسيد قطب يسمع الله يتحدث إليه بهذا القرآن، قطعا هو لا يقصد المعنى الحقيقي وإنما يقصد المعنى المجازي، لكنه يريد أن يقول من أنه يفهم مضامين القرآن وكأنه يسمعها من قائلها، هذا هو الذي يريد أن يقوله. لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير، إلى آخر كلامه، إلى أن يقول في صفحة 15: والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها من الواقع. الكلام الذي كان يتحدث عنه محمد باقر الصدر، أن نذهب إلى الواقع ونأتي بالواقع وتفاصيله ونلقي به على القرآن، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم، إنه تحكيم هذا الكتاب. بالضبط الكلمات هي نعود للقرآن لكي نحكمه فيما جئنا به من مشاكل واقعنا، كي نتلقى الأجوبة مثل ما قال من ثنايا الآيات. وأمير المؤمنين يقول: استنطقوه ولن ينطق لكم. وهذا يقول محمد باقر الصدر: نستنطق القرآن ونأخذ الأجوبة من ثنايا الآيات، إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها. وماذا؟ والتحاكم إليه وحده في شؤونها. ما هو منطق محمد باقر الصدر بتمامه وكماله؟
ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم، إلى أن نصل إلى هذه النتيجة من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب يتلقى المفسر الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها، في حياة الأمة، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للناس إلى آخر كلامه. هذا المضمون يتكرر في هذا التفسير القطبي من أوله إلى آخره. أما كتابه القذر الآخر معالم في الطريق، أيضا طبعة دار الشروق، صفحة 17، إنهم في الجيل الأول، في جيل الصحابة، لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع، ولا بقصد التذوق والمتاع. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافة، ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية والفقهية محصولا يملأ به جعبته. إنما كان، طبعا هذه خيالاته، الصحابة كانوا جهالا إلى أبعد الحدود في معاني القرآن. الوقائع التاريخية وعدد الأسئلة المحدودة التي سألوها لرسول الله بخصوص القرآن، والقرآن أشار إليها. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن هذه التفاصيل، لقد طرحتها في طوايا برامجي المختلفة. إنما كان، يعني الصحابي كما يقول سيد قطب، يتلقى القرآن لأي شيء؟ ليتلقى أمر الله. هو الصحابي يتلقى أمر الله من القرآن. إذن ماذا كان يفعل رسول الله؟ كان يسوي رسول الله؟ يعني مثلا، يعني يقلي فلافل مثلا النبي صلى الله عليه وآله؟ كان يسوي يعني؟ إذا كان الصحابة يقرؤون القرآن وهم الذين يتلقون أمر الله بأنفسهم. أنا لا أتحدث عن محمد الذي أعتقد به، أنا أتحدث عن محمد هؤلاء. إنما كان الصحابي يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيها. هو يريد أن يعطي لنفسه هذا الدور، لذلك يتحدث عن الجيل الأول من الصحابة كي يتقمص هو سيد قطب هذا الدور، كي يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة التي هو ابتدعها ونسبها إلى الصحابة. يتلقى ذلك الأمر لأي شيء؟ ليعمل به فور سماعه، كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي ليعمل به فور تلقيه. هذا الشعور، إلى أن يقول هذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ، كان يفتح لهم من القرآن آفاقا، آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة، إلى بقية كلامه. هذا هو
المنطق نفسه منطق محمد باقر الصدر في كل كتبه، من أن المفسر يحمل الأسئلة من واقع الحياة، بعد ذلك يستنطق القرآن وهو يخرج الأجوبة من ثنايا الآيات. نذهب إلى فاصل. انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. جيت الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني، جيت الزمن والامل ويانا يا ابني الخطأ افلوني، ودعيت نشبعت انت ضير يا وعد، ودعيت نشبعت انت ضير يا وعد. رايح رايح للجسام يا تعالوا معي إلى كتاب الله وإلى الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل. وأنزلنا إليك الذكر، والخطاب لرسول الله، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. عملية البيان محصورة برسول الله، وفي بيعة الغدير حصرها بعلي وآل علي وانتهينا. هذا هو منطق القرآن. الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يتفكرون بعدما تبين لهم، لا أنهم يتفكرون قبل أن تبين لهم. ولذا هو منطق الأمير، فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عن، بعدما أخبركم عن تفكروا تدبروا. هذا هو منطق القرآن ومنطق علي. أين هذا من منطق الطوسي، من منطق الطباطبائي، من منطق محمد باقر الصدر؟ لا شأن لنا بسيد قطب، ألا لعنة الله على سيد قطب. حدثوني عن هؤلاء الذين تقدسونهم. وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بعد أن تبين لهم. هذه هي الأحاديث التفسيرية. لماذا بايعنا عليا على تفسير القرآن في بيعة الغدير وما بايعنا رسول الله على أن نأخذ بتفسيره في مرحلة التنزيل؟ لأن تفسيره في مرحلة التنزيل لا شأن لنا به، نسخ مع مرحلة التنزيل. تلاحظون أن المنظومة العقائدية التي أضعها بين أيديكم منظومة متماسكة من أولها إلى آخرها، لن تجدوا فيها ثغرة، إنها منظومتهم هم، ما هي بمنظومتي أنا، أنا ناقل فقط. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي الآية 64 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة النحل، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لأي شيء؟ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في مواطن الاختلاف وفي مواطن الهداية والرحمة وفي كل شيء. فالبيان والتبيان منهم فقط لا من الطوسي. هذا تبيان الشيطان، تبيان الطوسي، وهذا ميزان الشيطان، وهذه المدرسة ليست القرآنية، هذه المدرسة الشيطانية، هذه مدرسة سيد قطب، هذه هي كتب مراجع الشيعة، ما أنا قرأت عليكم من كتبه عودوا إليها بأنفسكم وتأكدوا من ذلك. وهذا هو منطق القرآن. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا ذهبنا إلى سورة الجمعة في الآية 2 بعد البسملة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته حتى القراءة تكون من قبله. القراءة لابد أن تكون من محمد وآل محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى بعد ذلك هم في ضلال مبين إذا لم يعلمهم رسول الله. فالتعليم والبيان منه. لذا فإن الذين لا يأخذون منه، ما هو حالهم؟ السورة نفسها تقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل لهذه الأمة، فالقرآن لهذه الأمة، القرآن ليس لبني إسرائيل، القرآن لأمة محمد. فهذا مثال، هذا المثال موجود في هذه الأمة، مثل ما قال إمامنا الكاظم لأكبر مراجع الشيعة في زمان إمامنا الكاظم لعلي البطائني، قال له: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. الإمام يشير إلى هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار
يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. من هنا فإنني حين أصف هؤلاء المراجع بهذا الوصف، هذا وصف قرآني، هذا وصف إلهي، ما هو بوصف صادر مني. هذا تفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 702. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص ما جاء في هذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا قال إمامنا الصادق؟ ثم ضرب مثلا في بني إسرائيل، ضرب مثلا لهذه الأمة، ثم ضرب مثلا في بني إسرائيل فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يستمر الإمام الصادق: قال الحمار يحمل الكتب ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها، كذلك بنو إسرائيل قد حملوا أو حملوا مثل الحمار، لا يعلمون ما فيه ولا يعملون به، لا يعلمون ما في الكتاب ولا يعملون به. كيف يعملون به وهم لا يعلمون ما فيه؟ حتما إذا كانوا لا يعلمون ما فيه لا يعملون به. فهذا حال مراجع النجف، حال هؤلاء، حال الطباطبائي وحال الطوسي وحال محمد باقر الصدر وحال السيستاني وحال الخوئي وحال البقية، هم ينكرون الأحاديث التفسيرية. إذن يحملون القرآن من دون علم بمضمونه، فحينما يتحدثون عن يتحدثون حديث الحمير، هذا هو حديث الحمير وهذا هو الاستحمار. ولذا صنعوا من المجتمع الشيعي مجتمع حمير، أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية. وهذا الذي يتحدث كمال الحيدري هو من تلامذة محمد باقر الصدر، أتحفونا، ومن تلامذة الطباطبائي أيضا. كمال الحيدري من تلامذة محمد باقر الصدر بشكل مباشر، ومن تلامذة الطباطبائي بشكل غير مباشر، فهو من تلامذة تلامذته، من أساتذة كمال الحيدري جواد آملي، هذا تلميذ مباشر للطباطبائي، ومن أساتذة كمال الحيدري حسن زاد آملي، هذا من التلامذة المباشرين للطباطبائي. فكمال الحيدري من تلامذة الطباطبائي عبر تلامذته، ومن تلامذة محمد باقر الصادر بشكل مباشر، هو الذي يحدثنا عن واقع الشيعة. وفي آخر حديثه في آخر الوثيقة هكذا يقول: والله هذا هو واقع الشيعة، أتحفونا أتحفونا. ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي: أزق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي: مستعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أهميشيني كما تكون خلاقة أهميشيني تقول لك بكيه حالة تصدر فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أتفاق وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال: تركب مثل ما تركب فلان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع الشيعة.
لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة، والله هذا واقع الشيعة. ماذا نصنع للشيعة هؤلاء؟ طالت الحلقة، أعتذر عن طول الحلقة، لكنني لابد أن أكمل الموضوع وإلا سيكون الموضوع مبتورا. كلام أمير المؤمنين الذي ذكره محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة الإسلامية هو رقم 158 في تسلسل خطب الأمير. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، خطبة 158، سيد الأوصياء يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. يعني أننا لو رجعنا إلى أحاديثهم التفسيرية فإننا سنجد كل هذا، علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائنا ونظم ما بيننا، هذا كله موجود في الأحاديث التفسيرية. لكن مراجع النجف رفضوا الأحاديث التفسيرية وجاءونا بالمزابل التي أسموها تفاسير، وهذا هو سبب خراب واقعنا الشيعي. لو أن الحوزة في النجف تبنت المنهج العلوي في التفسير لاستطاعت أن تصل إلى هذه الحقائق، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. حتى لو حصلنا على جزء يسير، لأن الأحاديث ضيعوها أبناء الحرام، ضيعوا تفاسير أهل البيت وحفظوا لنا تفاسير هؤلاء الثولان. تفاسير الثولان والغبران، تفاسير الضلال حفظوها لنا، تفاسير أهل البيت ضيعوها. ومع ذلك فإن عندنا الكثير الكثير من الأحاديث التفسيرية التي تكفينا وتكفينا. إن لم نستطع أن نستخرج منها كل هذا فإننا نستطيع أن نستخرج كثيرا من هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا أين نجده؟ فيما يخبرنا به علي وآل علي، لذلك بايعنا بيعة الغدير على هذا. هذا هو سر بيعة الغدير. لما نقضوها هؤلاء الأوباش أخرجوا إلينا هذا الضلال في تفاسيرهم، سود الله وجوههم، طيح الله حظهم في الدنيا والآخرة، مثل ما طيحوا حظنا، طيحوا حظ أجدادنا وآبائنا، وإلى الآن واقعنا طايح حظه من وراء هؤلاء السفلة الأراذل. ماذا يقول أمير المؤمنين أيضا من كلامه المرقم 125 في نهج البلاغة؟ يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، مستور بين الدفتين، بين دفتي المصحف، هذه دفة وهذه دفة. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. ما هي خصائصه يا أمير المؤمنين؟ لا ينطق باللسان. محمد باقر الصدر يقول: نأخذ الأجوبة من بين ثنايا الآيات.
هؤلاء هم أهل القرآن، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. الترجمان نحن نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم تراجمة وحي الله، هم التراجمة، ونسلم على إمامنا الحجة بن الحسن في زيارة آل ياسين من أنه ترجمان القرآن. هؤلاء هم تراجمة الوحي. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم الرجال الذين ينطقون عن القرآن؟ القرآن ذكرهم لنا في الآية السابعة من سورة آل عمران، في الآية السابعة بعد البسملة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم الرجال الذين يترجمون لنا القرآن وينطقون عن القرآن، مو ذهل الغبران، ليس هؤلاء الغبران. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. في زمان الغيبة ماذا نصنع؟ نذهب إلى سيد قطب، أم نذهب إلى الفخر الرازي، أم إلى الآلوسي، أم إلى رشيد رضا، مثل ما يفعل الطباطبائي، ومثل ما يفعل الخوئي، ومثل ما يفعل محمد باقر الصدر، ومثل ما يفعل الوائلي وسائر خطباء المنبر. في الخطبة رقم 150، وقد قرأتها عليكم في حلقات سابقة من هذا البرنامج، أمير المؤمنين يحدثنا عن إمام زماننا، أذهب إلى موطن الحاجة، وهو يصفه من أنه في سترة عن الناس، في غيبة، في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره. القائف الذي يعرف الآثار، المطلع على فن القيافة، المتقصي للآثار. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها، في تلك السترة في الغيبة، ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. هؤلاء من الشيعة تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم في زمان الغيبة. هذا ينطبق على هؤلاء الغبران أم ينطبق على الذين يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من فقهاء الشيعة، حتى يكون محدثا. قيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هؤلاء هم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، صباحا ومساء تصلهم رسائل الفيض من إمام زمانهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء الذين أخلصوا لله فانفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، فلا بد أن تكون ألسنتهم بليغة فصيحة.
لأنها تنفجر عن حكمة بليغة فصيحة، والذي أنطقها صاحب الأمر، فلا يعقل أن ينطق ألسنة لا تحسن الكلام بالحكمة التي أودعها في قلوبهم. فإذا كان عند هؤلاء من حكمة، أين حكمتهم وهم يخالفون بديهيات القرآن ويخالفون بديهيات المنطق العلوي؟ ما أنا قلت لكم أنتم مسخرة ومسخرة ومسخرة. لا أقول لكم أنصفوني، أنا هيك إنصاف من هيك مطايا ما أريد. أنصفوا أنفسكم، ارحموا أنفسكم. أنتم الذين تقولون نحن خدام الحسين ومعلقين صور الغبران بكل مكان، ولك ذولا مضحكة مسخرة. ارحموا أنفسكم، إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا الأجيال القادمة، فأنتم ستكونون وسيطا في نقل الثقافة العامة شئتم أم أبيتم. الثقافة العامة والأعراف العامة وطريقة الخدمة الحسينية، أنتم ستكونون وسيلة لنقلها للأجيال القادمة بصوابها وأخطائها. فلماذا تعلقون صورهم؟ ولماذا تربطون أنفسكم بهم في الخدمة الحسينية؟ طهروا الخدمة الحسينية من قذارات هؤلاء. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا الأجيال القادمة من خدام الحسين. أنا لا أطالبكم بإنصافي، أنا هيك إنصاف من هيك مطايا ما أريد، لا أريد إنصافكم. أنا أؤدي رسالتي ولا شأن لي بكم، وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم. وقت الحلقة صار طويلا وما كمل حديثي، سأكمله غدا. حلقة غد مهمة مشحونة بالمعلومات والوثائق، خطيرة حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.